عنوان لمحة تاريخية عن الكتابة الروائية في أمريكا اللاتينية. نعم، لا يمكن الخوض في غمار استنطاق مختلف المراحل التي قطعها الأدب الأمريكي اللاتيني دون تبني تلك المرجعية التاريخية واتخاذها منظارا لتتبع سيرورة هذا الأدب المنبثق شكلا من أدب يشاطره وحدة السنن والشفرة ليؤسس لنفسه استقلالية تمتح معالمها من فرادة متميزة تشي بآفاق إبداعية رحبة وترسي أسس نهج أدبي مختلف عن ذاك في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، محققا ذلك الترابط العضوي والعفوي بين الإنسان والبيئة في الحل والترحال والحزن والسعادة والأمل والألم والرغبة والإكراه، في تفاعل دائم ومتوثب بين الذات المبدعة وهذا المجال القصي الذي شكل أساس التجارب الأدبية المختلفة، بوصفه مصدرا ثرا لانبثاق جغرافيات تخيلية ملهمة ليس فقط للأديب وإنما للإنسان الأمريكي اللاتيني عموما. هذه القارة المترامية الأطراف المتنوعة التضاريس ما بين جبال شاهقة وصحار ممتدة وأنهار عذبة ودغل كثيف استطاعت أن تكون لنفسها ملامح هوية واضحة المعالم لا تخطئها عين القارئ والمتلقي عموما، علاوة على الغنى الثقافي والتنوع العرقي المشرع على احتمالات وتقاطعات لا حدود لها. كما هو معلوم شكلت سنة 1492 منعطفا تاريخيا كبيرا، حيث تزامن هذا التاريخ واكتشاف أمريكا ووصول الأفواج الأولى من المكتشفين الإسبان بزعامة البحار كريستوف كولومبوس إلى السواحل الأمريكية ظنا منه أنه وصل إلى بلاد الهند، فكان بذلك أول من وطئت قدماه تلك الأصقاع مطلقا على أهلها لقب الهنود الحمر. بوصول الإسبان إلى هناك شرعوا في إبادة السكان الأصليين والاستحواذ على ثروات هذه الأمصار وإبادة المآثر ونسف الصروح والمعالم الأثرية للحضارات المحلية كالمايا والإنكا والأزتك، وسعيهم الحثيث إلى فرض الثقافة واللغة الإسبانيتين وطمس معالم الهوية المحلية، حيث شكلت هذه القضايا جوهر الكتابات الأولى التي ظهرت خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1492 ونهاية القرن السادس عشر، حيث أطلق على هذه الكتابات الأولى اسم سجلات هندية Las Crónicas de las Indias، وتتضمن وصفا للعالم الجديد وتصويرا دقيقا لمشاهدات أولئك الرحالة. ولعل من أبرز هؤلاء الكتاب ما سجله هيرنان كورتيس، كريستوف كولومبوس وأمريكو فيسبوتشي. في مقابل هذه الكتابات ظهرت سجلات هندية كتبت من منظور واقعي صرف يصف بشكل موضوعي ما يقع داخل أمريكا اللاتينية من إبادة وتصفية واضطهاد، وتندرج ضمن هذه الأعمال كتابات بارتولومي دي لاس كاساس. لقد احتاج الإسبان أكثر من قرن للاستقرار وبناء المدن وتشييد الكنائس ودور العبادة. على هذا الأساس لم تبرز خلال القرن الأول من اكتشاف أمريكا كتابات تستحق أن تدرج في خانة الكتابة الأدبية، اللهم بعض الأعمال التي تصف المشاهدات والعوالم المصورة للعالم الجديد، وهي بالمناسبة لا يمكن إدراجها ضمن خانة الكتابات الأمريكية اللاتينية على اعتبار أنها كتبت بأنامل إسبانية وبوعي إيبيري خالص. ومع مطلع القرن السابع عشر ستظهر محاولات أدبية أولى لعدد من الكتاب المنحدرين من آباء إسبان وأمهات لاتينيات، حيث صيغت نصوص أدبية ذات نفس ديني كاثوليكي، لعل من أبرزها ما كتبته سور خوانا إينيس دي لاكروث، وهي كاتبة وطالبة درست الفكر العلمي والفلسفة والتلحين الموسيقي، وهي شاعرة ذاتية التعليم تتبع المدرسة الباروكية، كما عدت من أشهر راهبات إسبانيا الجديدة وأسهمت في بداية الأدب الإسباني، علاوة على كونها تميزت بتأليفها بلغة النهواتل، وقد استهلت مسارها في الكتابة بتدوين الشعر في مواضيع الحب والنسوية والدين. ومع بداية القرن التاسع عشر ستظهر حركات التحرر والاستقلال في أمريكا اللاتينية، وسيتنامى الوعي القومي لدى شعوب هذه المنطقة من العالم، وستتولد لديهم رغبة جامحة في الانعتاق والخروج من عباءة الدخيل الآخر الدخيل والمختلف عنهم. في هذا السياق
ستظهر أول رواية أمريكية لاتينية خالصة بعنوان الببغاء الأجرب للكاتب خوسي خواكين دي لا فاردي، وهي رواية تتحدث في مجملها عن الواقع السياسي والاجتماعي لأمريكا اللاتينية. ينتقد فيها الكاتب تجاوزات الإسبان وضلوعهم في عمليات الإبادة والتصفية في حق السكان الأصليين، حيث تم وصف هذه الوقائع في قالب سردي يكتنفه امتعاض وسخط كبير تجاه الإسبان، وهذا ما يحيل عليه وصف الأجرب الدال على كل معاني الرفض والإدانة والنفور. خلال هذه الفترة سيعرف الشعر اللاتيني أوجه من خلال ظهور نماذج شعرية تتغنى بجمال الطبيعة في أمريكا اللاتينية وتحتفي بعدد من رموز وأيقونات التحرر فيها. وفي مجال النثر سيظهر ما يسمى بالمقال أو ما يعرف باللغة الفرنسية بليسي، وهي كتابات أدبية يصوغها مثقف ملم بالظواهر الاجتماعية والثقافية. وفي منتصف القرن التاسع عشر سيتبلور مشروع فكري انضوى تحت لوائه مجموعة من الأدباء والمفكرين اللاتينيين تجمعهم وحدة المبدأ المتمثلة في الاحتفاء بالذات اللاتينية والهوية الأمريكية اللاتينية تحديدا ورد الاعتبار إليها. ومن أبرز الأعمال المجسدة لهذا الوعي الفكري رواية فاكوندو لفاوستينو سارمينتو ورواية أماليا لخوسي مارمول. ومع مطلع القرن العشرين ستظهر تجارب نسائية رائدة، في مقدمتها ما كتبته الكاتبة التشيلية غابرييلا ميسترال، وهي شاعرة ودبلوماسية ونسوية من تشيلي، تعد أول امرأة لاتينية تحصل على جائزة نوبل للأداب، فكان ذلك سنة 1945-1900، نظير أعمالها الشعرية الملهمة بتعبيراتها القوية والتي حولت اسمها إلى رمز من رموز الأدب الأمريكي اللاتيني. إلى جانب غابرييلا ميسترال، وبالمناسبة ستكون لنا وقفات في ورقات قادمة أو في أوراق قادمة عند هاته الكاتبة تحديدا، إلى جانب غابرييلا ميسترال نلفي اسم ديلميرا أغوستيني، هي شاعرة من أوروغواي تخصصت في الحياة الجنسية للأنثى في الوقت الذي كان يهيمن فيه الرجال على العالم، وينتمي أسلوبها في الكتابة إلى مرحلة الحداثة التي تناقش المواضيع الخيالية والغريبة. خلال نفس الفترة ستظهر كتابات وأشعار ألفونسينا ستورني، حيث تميزت أعمالها في البداية بنوع من الرومانسية والخنوع، إلى أن تحول أسلوبها بعد ذلك إلى سخرية واندفاع وشراسة. وفي سنة 1910 ستندلع الثورة المكسيكية، وباندلاعها سيمتد صداها إلى عموم مناطق أمريكا اللاتينية، ويمتد تأثيرها إلى على جل مناحي الحياة بما في ذلك حركة الأدب والثقافة، ليتبلور هذا الاتجاه في الكتابة الروائية مع جيل من الروائيين الأمريكيين اللاتينيين أمثال ريكاردو غويرالدس ورومولو كاييكوس وسيرو أليغريا. وبحلول الأربعينيات من القرن الماضي سيشهد الأدب الأمريكي اللاتيني انتعاشة كبرى في مجال الرواية. في المقابل تتراجع الكتابة الشعرية، وسينكب الروائيون على معالجة بعض القضايا المرتبطة بالمحيط العام لمنطقتهم من خلال تخصيص هامش مهم من أعمالهم للحديث عن مشروع آباء الوطن وعلى معظم شعوب المنطقة. وفي هذا السياق تندرج أعمال ميغيل أنخيل أستورياس وغيره من مجايليه. وبداية من منتصف الخمسينيات ستقدم أمريكا اللاتينية للعالم تيارا أدبيا متميزا شكل قفزة نوعية كبرى في مجال الكتابة الروائية، ويتمثل هذا النزوع في تيار الواقعية السحرية. وقد مثل لهذا الاتجاه زمرة من الروائيين أمثال خوان رولفو، غابرييل غارسيا ماركيز، خوليو كورتازار، يوسا وغيرهم. ولم يكن هذا النزوع مقتصرا على المبادرات الذكورية، بل استطاعت العديد من الكاتبات اللاتينيات تقديم نماذج روائية باذخة تندرج في خانة الكتابة الواقعية السحرية. ولعل من أبرز هؤلاء إلينا غارو زوجة الشاعر العالمي أوكتافيو باس، التي عدت من أبرز روائيات أمريكا اللاتينية، عرفت بغزارة إنتاجها وإحاطتها بمجال الشعر والرواية.
ذلك نجد اسم إلينا غارو، والتي لا يمكن الحديث عن الرواية النسائية الأمريكية اللاتينية المعاصرة دون الوقوف على أعمال إيزابيل أليندي أيضا أليندي، وهي كاتبة من تشيلي تندرج كتابتها في خانة الواقعية السحرية أيضا. ساهمت إرحال أسرتها في إغناء ذاكرتها بصور شتى من الحكايات والتفاصيل الدقيقة، لتتحول هذه الخبرات الصغيرة إلى تفاصيل حميمية رائعة تشغل رواياتها وتكسبها زخما مميزا. إلى جانب كل من إلينا غارو وإيزابيل أليندي، فإن تالوت الكتابة الروائية النسوية المعاصرة لا يكتمل إلا باستحضار الكاتبة لورا إسكيبيل صاحبة رائعة الغليان. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نقول بأن أدب أمريكا اللاتينية استطاع عبر مسيرته غير الطويلة أن يشيد لنفسه معالم هوية أدبية متفردة كان للعنصر النسوي فيها البصمة الكبرى، من خلال مجموعة من الأقلام التي استطاعت أن تصطح بعقيرتها معبرة عن آمال وآلام الذات اللاتينية في احتدامها سواء مع الآخر أو علاقتها مع ما تمخض عن خروج المحتل الإسباني من تلك البقاع من ديكتاتوريات أهلكت الحرث والنسل وعاتت في تلك الأراضي فسادا. فكانت بذلك هذه التيمات محددا جوهريا لمسار الإبداع الأمريكي اللاتيني. ولم يتوقف هذا وتميز هذا الأدب عند هذا الحد، بل كان ممتدا ليؤسس لتيار أدبي استطاع أن يغزو العالم ويتلقفه الأدباء في جميع أنحاء المعمور، من خلال التأصيل لتيار الواقعية السحرية كتقنية أدبية استطاعت من خلال هذه الأقلام التأسيس لعوالم تتماهى فيها حدود الخيال مع حدود الواقع بغرض احتواء الأحداث السياسية وتصويرها بشكل يذهل القارئ ويربك حواسه. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للحضور الكريم على كرم الانتباه وحسن المتابعة والإصغاء. دمتم على المودة والمحبة.